فرحه في كل مكان. دور ازاي ترسم ضحكه وتمحي دموع والام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، ودايما طريق الخير اوله بر ونهايته فرحه باذن الله. انما بينهم حكايات كتير، ان شاء الله هنختم كل حكايه بجبر الخاطر، زي حكاية الحاجة غالية. ست طيبة ملامح وشها لو نطقت هتحكي تفاصيل كتيرة قوي مؤلمة. مشوار حياتها طويل مشيت فيه لوحدها بعد وفاة جوزها من 20 سنة. الحاجة غالية عندها 75 سنة، عايشة لوحدها، عايشة لوحدها مع شوية قطط في عشة صغيرة، لا فيها سقف ولا حمام ولا أي شكل من أشكال الحياة الآدمية الطبيعية. الأيام والسنين بتمر على الست غالية والحال نفس الحال، مفيش في حياتها حاجة بتتغير، ولو اتغيرت بتكون للأسوأ. وضعها صعب، لا في أمان ولا راحة، عيشتها كلها تعب وقلة حيلة، إنما في صبر. لكن الصبر من طول أيامه ولياليه ما بقاش صبر جميل للأسف. لكن برغم كل ده لسه بتقول يا رب، لسه بنسمع منها بين كل جملة والتانية الحمد لله على كل اللي فات. من ساعة ما اتجوزت فيه وعايشة فيه، ما يرضي ربنا اللي عطاه لي ربنا رضياه. جوزي متوفي من 15 سنة، عايشة ما عطاني ربنا زي ما ربنا عطيني، اديني عايشة بجيب من الطابونة واكل، اشتري من الطابونة واكل. محتاجة اني اقعد في بيت نظيف ومفروش وحمام ومطبخ، بس ادي اللي انا عايزاه من عند الله، بس ما فيش محد، ربنا اللي معايا، ربنا. اهل الكركتار الحمد لله. ايوه تعبانه والله تعبانه، ما اقولكش ان انا مش تعبانه، نفسيتي مش مرتاحه خالص من البيت. البيت اللي انا قاعده فيه مش كويس، تعال انا اوريك البيت. أصعب حاجة في الدنيا لما الأيام كلها تبقى شبه بعض، ولما تراهن على الأمل في اليوم بدل المرة 1000 مرة وما تلاقيهوش. ساعتها الوقت بيمر بصعوبة ووجع، وتلاقي كل الأحلام حتى لو كانت بسيطة خالص بتلاقيها سراب. الست بتحلم ببيت كويس ونظيف، مش طالبة حاجة كبيرة من الدنيا، طالبة الستر والرحمة في آخر أيامها، الستر والرعاية اللي طول عمرها محرومة منها. لأن أصعب أيام ممكن تعدي على أي ست لما راجل البيت ما يكونش موجود، لما ما تلاقيش في حياتها لا سند ولا حماية. الحاجة غالية بعد وفاة جوزها ما لقيتش حد يرعاها خالص، ولا لقت حتى يطبطب عليها أو يواسيها يقول لها كلمة تواسيها. عاشت حياتها كلها ما سمعتش جملة أنت عاملة إيه يا أمي، ولا حتى أنت نفسك في إيه يا ستي. حاجات كتير اتحرمت منها، بس ان شاء الله جه الوقت اللي تشوف فيه عوض ربنا عليها. صحيح متأخر، بس يا رب ما يتأخرش اكتر من كده. ده هيحصل لما احنا نشوف طلباتها ونحاول نغير واقعها الصعب ده للأفضل، ونرسم لحياتها يعني صورة فيها شوية إشراقة، فيها شوية لمحة جمال. لأن الحياة اللي هي عايشة فيها مؤلمة جدا جدا على ست في سنها. عندنا فاصل ومكملين مع حضراتكم. بر وفرحة، فرحة وبر. بر وفرحة، فرحة وبر. النيانة
انا عايشه في البيت دي ده كده، بحبش اني انا ابقى في وسط ناس وروح وتعالى وروح وتعالى وروح وتعالى، لا كده وحدية عسل. ده بوس له 60,000 عام، نفسي في حمام ونفسي في بيت حلو في بيت كويس ونفسيتي ترتاح، يبقى بيت مفروش وحمام ومطبخ. اللي حواليا يساعدني ربنا يا بابا يا كدي حبيبي، يعني في المثل انك انت مراتك ولا مؤاخذه ولا مؤاخذه، مراتك وجت خشت عليا وعملت لي مصلحه مره واحده، تعود الثانيه مش هتعود الثانيه. خايفه من التعابين وخايفه من الفيران وخايفه من الحشرات اللي دايره في الدنيا. لما القطط كانوا ياكلوني انا. سبحان الله على كميه الرضا اللي ربنا كارم بيها الست غاليه. يعني هي تفضل انها تعيش في العشه دي بس ما تبقاش تقيله على حد. يمكن الظروف ما خلتش عندها ما يكفيها من رصيد الفلوس، بس الحقيقه سبحانه وتعالى رزقها برصيد كبير من عزه النفس والرضا. دايما الصوره بألف كلمه، واللي شفناه ده جزء من الحقيقه الصعبه. ست كبيره عايشه في الطل لوحدها، يجي عليها المغرب ما بتشوفش حد نهائي، ما بتشوفش غير قطط وكلاب وفران، ما تعرفش حاجة عن فكرة الأمان والراحة اللي احنا عايشين فيها، لأن هي ببساطة ما بتعرفش تنام زي الناس العادية، ما تعرفش تحط دماغها على مخدتها إلا لما القطط تتلم حواليها لأنها بتبعد عنها الفران. فاصل ونرجع لكم. أنا راضية باللي أعطيه لي ربنا يا بابا يا كبدي حبيبي. في رمضان الواحد يبقى تعبان، صحيح أيوة في رمضان بقى تعبانة خالص، بس ما أقدرش ما مصومش نهار أبيض، بتخش حاجات وحشة من هنا كده والله، ولا مطبخ ولا حمام ولا حاجة تكون الله كده. نفسيتي أنا نفسي مش مرتاحة. الحمد لله ربنا إله السماء والأراضي يكفيكم شر المخبي ويجعلكم مستورين في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب يا رب. نفسي أرتاح بقيت عمري، بس من ربنا إله السماء والأراضي يكفيكم شر المخبي ويجعلكم مستورين في الدنيا وفي الآخرة ويخلي لكم أولادكم وما تشوفوا حاجة وحشة أبدا، وتكون أيام بخير عليكم وعلى عباد الله الصالحين. عايزة النفس يا عايزة البيت يبقى بيت ومفروش وحمام ومطبخ، ومش عايزة ولا حاجة من الدنيا، بس أدي اللي أنا عايزاه. شوفوا بقى لما يبقى الحمام مطلب في نهاية العمر، يعني آخر عمري بطلب من ربنا إن أنا نفسي في حمام. السؤال الأهم اللي عايزين نطلع بيه النهاردة، مين اللي هيفوز بإنه يخلي الست دي مرتاحة زي ما هي طالبة؟ سبحانه وتعالى هيرزقنا إحنا الراحة لما نساهم في راحة ست زي دي، لما حالها بعد حلقة اللي احنا شفناها دي يتغير، لما كلنا نتسابق على راحة الست غالية اللي هتبقى غالية في عيون كل الناس اللي شافتها النهاردة، وإن شاء الله هنكون ليها العيلة التانية اللي اتحرمت منها طول عمرها. ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها
عشان نكتب مع بعض نهاية لمعظم أوجاع الحاجة غالية. أشوفكم على خير في بر جديد وفرحة أكيد. منك ليك اللي هتعمله راجع عليك، مد ايديك البر لغيرك، بكرة البر هيرجع ليك. بر الناس على طول السكة، وازرع فرحة في كل مكان، دور ازاي ترسم ضحكة وتمحي دموع وآلام إنسان. بر وفرحة، فرحة وبر، رحلة خير.